مرحب فيكم اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت في برنامج فتنس، البرنامج اللي يختص بلعبه كمال الاجسام والتغذيه. اليوم معنا البطل الكابتن بسام الساكت، خلوكم معنا بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدينا من بعد الفاصل مع الكابتن بسام الساكت وتمرين عضله البيطان. ان شاء الله الحين التمرين الخامس. مساك الله بالخير كابتن بسام، يعطيك العافيه. الله يعافيك. ان شاء الله هذا التمرين الخامس. الخامس. وبدعت بالتمارين الاربعه اللي طافوا. يعطيك العافيه. الوزن التمرين هذا راح تزيد فيه بالوزن ولا نفس الوزن؟ راح ازيد بالوزن نفس طبعًا الشيء. طبعا كون التمرين قبل الاخير هذا. بالضبط راح ازيد بالوزن. اربع جولات راح نلعب فيه، اول جوله وزن خفيف بس ما تعودنا ونزيد. تمام، انت اول جوله الخفيف هذه الحين بتلعبها؟ بالضبط. ممتاز. اي مسكه ضيت لانك قاعد تشوف في كذا مسكه حق التي بار. احنا راح نمسك الواسع لان انا مستهدف العضله الخارجيه. اي. ونبي نضغطها اليوم شوي. شوف جولتك. يلا. طبعا الجوله هذه كابتن بسام راح يحرك فيها العضلات. بالضبط. مو داش فيها بوزن، في ثلاث جولات ثانيه راح يلعبهم بوزن وراح نشوف اوزانه. طبعا مسكته مسك المسكه الواسعه. نتاكد من الركبه. اي. من الركبه يصير فيها كسره. ممتاز. والصدر فوق. فوق. وتسحب، السحب كله يصير عن طريق شنو؟ عن طريق الكوع. وتحاول تضغط العضله. يعني لما تصعد تعلقها ثاني بالضبط تنزل. اي. تحاول تضغط العضله. ثم لاحظ ان كابتن بسام قاعد يضغط بالتمرين ويعلق فوق، كون التمرين هذا بس تحريك يعني راح تدش بالاوزان بعد الجوله هذه. تو الناس. بتزيد بالوزن أكيد. حق الجوله الثانيه أكيد. كثر زيادتك تكون اهم شيء انه يكون الوزن انا اقدر عليه، ما احرك فيه عضلات مسانده، العضله المستهدفه هي اللي اضغطها. طبعا اكيد بتحط وزن انت تقدر عليه عشان لا يعرضك للاصابه. بالضبط. فكم بتزيد الحين حق الجوله الثانيه؟ 10 بعد تزيد 10. هذه العشرة. ساعدناك وحطينا معك الاوزان. الله يعطيك العافيه. عشان نشوف ماخذين من وقتك وتعبتك تمرينك. وياي والله ما قصرت. اشوف تمرينك. يلا. هذه الجوله الثانيه طبعا. هذه الجوله الثانيه. وعشر عدات كابتن نفس التمارين اللي طافت. عشر عدات، اهم شيء الاحساس بالعضله. طبعا مثل ما ذكر كابتن بسام فترات الاوف سيزون تختلف فترات التجهيز على عدد العدات والجولات. بالضبط. مثل ما لاحظ كابتن بسام هني بعد هم ظهره سيده وكسره بالركب والمسكه والقرصه حق العضله. يعلق فيها ثاني. لازم تحمل وزنك على العضله اذا انت تحتاج ان انت تطورها. انا اقدر العب الحين يمكن 15 طقه او 20 طقه بس ماكو احساس بالعضله. انا كثر ما اقدر احاول ان انا استفيد من التمرين، لان اذا ما استفدت من هالجوله راح اعيدها لما احس ان العضله شدت معي. طبعا كابتن بسام من الابطال اللي عندهم الضمير هذا اللي يوصلك للهدف اللي انت تبيه. ان شاء الله. طبعا نشوف اللاعبين اشتغلت ما اشتغلت العضله بس يبي يمشي. اي كل واحد عاد على حسب هدفه وكل واحد هو شنو يبي. بالضبط. لا انا ان شاء الله هدفي لقدام ان شاء الله. ان شاء الله. راح نحصل على شيء زين ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك حاصل على كرت الاحتراف تصير ضمن المحترفين. اللهم امين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. الحين الجوله الثالثه هذه هم راح تزيد فيها الوزن ولا؟ راح تزيد بالوزن. راح تزيد، لا الريال حامل بالاوزان. احتراف. الريال اوف سيزون وحامل بالاوزان. طبعا نشوف الكابتن بسام بيدخل الحين الجوله الثالثه في زياده بالوزن. شوف جوله الكابتن. طبعا مثل ما ذكر الامور كابتن بسام الثانيه بالركاب الظهر سيده، القرصه على الظهر، الصدر يكون عالي فوق بحيث انه ما تحوشك اصابه. كثر ما نقدر نوخر على الاصابه. كثر ما تقدر باللعبه هذه توخر على الاصابه، لان الاصابه ممكن تعطل مشوارك الرياضي طبعا. يعني كابتن اضيف لك شغله. اي. في ناس يعني جهز حق البطولات وحرام قبل البطوله باسبوعين يعني يصير فيه بتكنيكه شيء غلط، يجرب تمرين جديد، يحاول انه يجازف بتمرين جديد اول مره يجربه، يصعب التكنيك على نفسه، فعلى طول تحوشه اصابه حرام، التعب كله يضيع. فانت كثر ما تقدر ان انت تعرف ما تجازف بالوقت هذا يعني. لا ما تقدر. لا تجازف في تجهيز بطوله ولا ما تجازف لا بالاكل، يعني اذا انت ماشي على سيستم معين مثلا على نظام كارب معين ما تغير الكارب على اخر اسبوعين، يمكن جسمك ما يستقبله، يمكن يكون الكارب بجسمك بطيء امتصاص.
فهالشيء هذا كلش ابد ما يساعدك، ممكن يضرك حتى بوقت بوقت الستيج. زي كابتن عشان نوضح حق المشاهد، شنو دام دخلنا موضوع الكارب، شنو فكره الكارب هذا؟ دائما نسمع الناس تقول الكارب الكارب، شلون تنصح المشاهد يعني كونك انت لاعب بطولات ونزلت على الستيج مرحله ناشفه، فشنو فكره الكارب بوقت التجهيز؟ الكارب هذا بنزينك نفس السياره، مش شلون تعبيها بنزين عشان تمشي. يعني لو نلاحظ بعض اللاعبين بتجهيزهم حق البطوله يعني قبل البطوله ينزل من كارب حيل لدرجه انه خلاص انه ما يبدا يشوف عدل، ما يبدا يركز، يعني هذا الشيء يضره. فانت لازم تكون مجهز بفتره وتكون انه يعني جاهز حق الستيج، بحيث ان انت ما تتعب تنزل كاربك، ما تتعب تنزل، في بعضهم يقطعون الماي. يعني هذا الشيء انا ما انصح فيه. وكل واحد له طريقته وكل واحد له على قولتهم الدرب اللي يمشي فيه. لكن هي لعبه رياضيه بالضبط، لازم تحرص على صحتك. الهدف منها صحتك يعني مو شيء ثاني. فالامور ان انت توقف الماي ولا تنزل الكارب، لا هذا انا شخصيا ما انصح فيها ولا اسويها صراحه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ويخليك. خلوكم معنا اعزائي المشاهدين، فقره من فقرات برنامج فتنس. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم في حلقه جديده من حلقات هذا البرنامج المتميز، ورجعنا لكم في فقره متميزه من فقرات هذا البرنامج الرائع الصراحه، فقره التغذيه الرياضيه. معكم اخوكم احمد صالح، اخصائي تغذيه علاجيه ورياضيه. راح اتكلم عن معدن مهم وعنصر مهم، في ناس وايد يصير عندهم نقص وراح يحسون ان طاقتهم، يحسون ايضا معدل ايضهم قليل ويحسون بالكسل والخمول. هذا المعدن وايد مهم في عملية تصنيع الطاقة، عملية استغلال الطاقة في الجسم، وجدا مهم في أيضا عملية استشفاء العضلي وأيضا عملية البناء العضلي. هذا المعدن هو اسمه المغنيسيوم. المغنيسيوم ليش مهم في عملية استغلال الطاقة؟ يدش في نقول احنا مكون الطاقة أو دينامو الطاقة في الجسم والكريب سايكل، فبالتالي يحسن من تدوير هذه العملية واستغلال الطاقة وإنتاج الطاقة. فهو عنصر جدا مهم، لما احنا ندرسه نشوفه بأن عنصر وايد مهم في هذه العملية. أيضا مهم جدا تصنيع بروتين الجسم، تصنيع أنسجة الجسم، وأيضا مهم لصحة العظام والألياف العضلية وأيضا الألياف العصبية، لأن سبحان الله هو يحسن من التوافق العضلي العصبي. المغنيسيوم وين احصله؟ من من اي مصادر غذائيه اللي احصلها؟ موجود في الحبوب الكامله، الشوفان، الخبز الاسمر، بذور الشيا، بذر الكتان، ايضا موجود في منتجات الصويا، الجبن، ايضا منتجات الاجبان الصويا، ايضا منتجات الالبان بشكل عام، البقوليات، العدس، الفاصوليا، البازلة، ايضا المكسرات. من افضل مصادر المغنيسيوم هي المكسرات، وخاصه الفستق، فستق جدا عالي بالمغنيسيوم، حبوب القرع، ايضا الخضروات، السبانخ والبامير، وخاصه الخضروات الورقيه، التين الشوكي مصدر عالي من مصادر المغنيسيوم. ايضا في مصادر غير غذائيه، هي مصادر المكملات الغذائيه، هو تاخذون مثلا حبه كل يوم او حبتين اليوم مغنيسيوم، تساعد على استغلال او ادخال المغنيسيوم كمية جيدة عشان تحسن صحتكم اكثر. فالمغنيسيوم عنصر وايد مهم، وايد له فوائد على الجسم وخاصة للرياضيين، تحسين عملية الاستشفاء، تحسين البناء العضلي والتوافق العضلي العصبي، هو من اهم الامور اللي يحسن من الاداء الرياضي. لازم يكون في توافق عضلي وعصبي، لازم يكون توافق بتفكيرك مع الاداء اللي تسويه. فالمغنيسيوم له دور في هذا الأمر ودور مهم جدا. نشوفكم إن شاء الله حلقات الجاية. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم مع الكابتن بسام الساكت، خلوكم معنا حلقات جديدة.